السلام عليكم البنات، صحة رمضانكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نقدم لكم أول وصفة، وهي وصفة لي سوفلي. إن شاء الله تكون طريقة مبسطة وسهلة. أروحوا تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. عندنا 2 كيسان فرينة اللي هما 250 غرام، كيس لكم بالكاس، ماشي كاع الناس عندهم الميزان. عندنا 125 غرام مارغارين. عندنا حبة بيض زائد ملعقة خل. عندنا الملح، فلفل كحل، لاموطارد، هادوما باش نكهو بهم العجينة تاعنا ونلمو العجينة تاعنا بالماء بارد. الحاجة الأولى نسيرو الفرينة تاعنا، نديرو الملح اللي هي 4 مغرفة كبيرة ملح. هي عبالكم القاعدة في كيلو فارينة عندنا مغرفة كبيرة، انا درت 250 غرام فارينة، درت 4 مغرفة كبيرة. قرصة تاع فلفل كحل باش نكهو بها العجينة، شوية تاع لاموطارد، نخلطوا هاد النواشف. بعد ما خلطنا كامل النواشف نزيدوا 2 مغارف زيت، كنت نسيتهم قبل في المقادير القرعه حطيتهم ما قلتها لكمش. 2 مغارف زيت نبسو بهم العجينه، نزيدوا المارغرين تاعنا. بعد ما دخلت مليح المارغرين في العجينه وبسستها مليح، نروح نلمها بالحبه تاع البيض والماء البارد. الحبه تاع البيض قلت لكم درت فيها مغرفه تاع خل باش تنحي لنا ريحه البيض، ريحه المارغرين، ريحه الزيت. ماما ايش حددت لكم بزاف، خدت الكيله تاع الفرينه ماشي كبيره، والحبه تاع البيض جاتني كبيره ما درتش الماء بزاف. اللي عندها حبه بيض صغيره تكثر من الماء، وما تخافوهاش كي تجيكم هكا باسكو فيها ليدام تشرب. نغطوا العجينه تاعنا بعد ما خلطناها هكا، ما تخافوهاش تعاودوا تولوا ليها تلقاوها نشفت. نغطي العجينه تاعي ونخليها تريح الوقت اللي نحضر فيه الحشو. نروحو المقادير تاع الحشوة تاع لي سوفلي تاعنا. واش عندنا؟ عندنا بصل مرحي مع شوية تاع توم، عندنا بولي اشي تحبو دجاج مرحي، تحبو فيونداشي يعني لحم مرحي اللي عندكم واللي متوفر. عندنا السلق، عندنا زيتون دي نوايوتي، عندي شوية لاموطارد، شوية قرفة، شوية راس الحانوت، شوية فلفل كحل، شوية طماطيش تاع الباطا، وشوية هريسة. يعني حطيتهم هنا ملعقة ملعقة كي تشوفوا الفرق بين الألوان. وعندي ملعقة تاع فرماج تاع أتاغتيني، بقات لي ملعقة درتها، ومن بعد كي نكون نشكل لي سوفلي تاعنا نزيد لها فرماج. وعندي بيان سور مغرفة زيت ومغرفة مارغارين في المقلاة. نشعلوا على المقلاة تاعنا، نقلوا البصل تاعنا والثوم مع هذيك مغرفة زبدة والزيت حتى يتكرمل لنا البصل. نقليه ونرجع لكم. بعد ما قلينا البصل تاعنا مليح حتى بدا تخرج منه ريحه اللي شغله وبدا يتكرمل، نحطوا البنات. بعد ما تقلى لي البصل مليح درت البولي اشي تاعي، درت السلق، درت الزيتون، نحط كامل المكونات على خطا، لاموطارد، القرفه، فلفل كحل،
والطوماطيش تاع الباطا والهريسه، ونخلي غير الفرماج مع الاخر. هام البنات حطيت كامل المكونات، كلشي يتقلى على ضربه بلا من قبل ما ننسى نقول لكم، يعني لا فاكس ديروها واش تحبوا، حبيتوا ديروها طون وفرماج وحده، حبيتوا طيبوها كسلق، حبيتوا فيونداشي وفرماج وحده، نحو السلق طيبوا الفيونداشي ما ديروش الدرسه باسكو السلق هو اللي يحب الثوم ويحب الطوماطيش ويحب شويه قرفه سيو القرفه في الوسمو، ارجعوا لي بالخبر. هنا نقلي كامل فيهم حتى يطيبوا كامل المكونات، وما تنسوش الملح كيما درت انا ونسيتو البنات. راني نقلي فيهم واحد الريحه تطلع يا البنات ما نحكيلكمش. هنا راكو تشوفوا الفيونداشي تاعي جامد، كان في كونجيلاتور دي كونجليتو شويه مي ما دي كونجلاش كامل، ما نخلي فيه يدوب بعقله. هنايا قلو كلش على نار قويه، ما تخلوهمش حتى يتحرحر السلق تاعكم باسكو انا ديجا السلق تاعي مغلي. انا سمحوا لي البنات ما نقدرش ندير سلق خضر، اللي تحب دير سلق خضر دير سلق ماشي طايب تحطو، انا نغليه باش نحطو يطلق لي المروريه. وجربوا تاع القرصه تاع القرفه مع السلق ورجعوا لي بالخبر. شويه قرصه ما تكتروش القرفه البنات، قلوا بهذه الطريقه وانتم ما تكسروا هكا الفيونداشي تاعكم والسلق تاعكم باش تجيكم لافاكس مخلطه من كل نوع حتى يتخلطوا كامل. والبنات انا بالنسبه للهريسه قلت لكم قبل في المقادير الهريسه انا درتها، اللي ما يحبش الحار ما يديرش، صح درساشتو درسها تاع السلق، انا اصحاب الدار يحبوا بزاف هاد لافاكس يحبوها هكا بالسلق بالدرسه، كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحب السلق ابيض يقدر يمام ديري السلق بالفيونداشي وحده بلا ما ديري هذاك الطوماطيش والوسمو، ودير له شويه بيشاميل وتزيديها له شويه بيشاميل تكون معمره فرماج. السلق يا البنات دواه الفرماج، الفرما يحب فرماج. انا دوكا حطيت ملعقه باش نحطها هذاك واش بقى لي مي، راحوا يشيلوا لي فرماج، فكي نكون راح نشكلهم نزيد نزيد لهم الفرماج. صح هاد الملعقه دوكا كي طيبوها دوكا كامل نرميها ونطفي على النار ونخليها تذوب. السلق يحب الفرماج البنات، حبيت نقول لكم باللي او طاب السلق تاعي لافاكس تاعي يعني طابت، وحبيت نقول لكم برك بالنسبه لعشا كنت تسالوا على موطارد البنات وين عندكم الجاجي ولا موطارد، خذوا نصيحتي وين عندكم الجاجي محمر هكا في لي فاكس كولي اشيف دوك فاصون، تشوفوا معايا الوصفات تشوفوا كيفاش نستعمل بزاف انا لا موطارد في الجاجي بنن بزاف، وان شاء الله تزيدوا تشوفوا معايا وصفات بزاف تاع لي فاكس تاع لي سوفلي. هذا على بالكم رانا ايامات العيد ومع الحلوه مع ما درنا حاجه خفيفه برك، ان شاء الله مازال ايامات ونزيد نشوف وصفات سهله وخير من هذه. دو كان كي طاب المسلق تاعنا نرمي المغطى تاع الفرماج تاعي، نحولي على الصوت برك. نرمي المغرفة تاع الفرماج تاعي، نخلطها ونطفي على النار، وكان عندي كمية تاع فرماج ندير كمية كثر ونزيدو معندهم، نحط لكم الفرماج و دوا تاع لافاكس، نخلو لافاكس تاعنا تبرد ونروحو نشكلو لي سوفلي تاعنا. ها هي البنات لافاكس تاعنا بعد ما ريحت ساعة في التلاجة، شوفوا كيفاش ديت روحها، قلت لكم تدي روحها ما تخافوهاش. ها هي تاعنا كيفاش ديت روحها، ها هي في الثلاجة، هاي لافاكس تاعنا بعد ما بردت، والفرماج تاعي عندي هذا الجلجلان والساندويتش للتزيين الطابع، وعندي الحبابيط باش ندهن من الفوق لي سوفلي تاعي. هاي ليكم البنات لاباط بعد ما حليتها، ما تحلوها رقيقه ما تحلوها خشينه في المويا، لو كان نطبخها بالطابع كيما تحبوا لا يملي شوت ونعاود نخدم بهم، ما تعجنوش ليموهم برك وعاودوا خدموا بهم. هاي ليكم البنات بعد ما قطعتها بالقطاعه زدت شويه فيها لافاكس والفرماج ونغلقوا. عمرتهم بزاف، عمرتها بزاف الحبه،
نسقموها، نزيدو نغلقو لي منها. هي العجينه هشه، نروحو لها بالعقل. ها نغلقو ونحكمو شوكه، نحكمو شوكه تاعنا، نزيدو نغلقوها هكا مليح، ونكملو كاع الباقيه مع الحبات الاخرين. شوفوا البنات، بعد ما حليت لاباط وقطعتها بالقطاعه الدائريه، درت لها الحشو والفرماج، الحشو اللي كنا طيبناه مع بعض من قبيل، والفرماج. دوك نغلقوهم على شكل سوفلي، نغلقوهم هكا ونعاود لهم بالفرشيطه باش ما يندمن ما يتحلوناش. هام ليكم البنات، بعد ما كملت الحبات تاوعي يعني، وكي بديت نخدم شعلت الفور تاعي، دوكا ندهنهم بالبيض ونزينهم بالجلجلان. وسانوت البيض تاعك الا عندك زيدي له مغرفه حليب باش يحمروا لك مليح. هام ليكم البنات، بعد ما زينتهم ندخلهم تزيين اختياري، تحبوا ديروا زيتون مقطع ايفيلي من الفوق، تحبوا تخلوهم سامبل، تحبوا كيما تحبوا. بعد ما زينتهم دوك ندخلهم يطيبوا على درجة 180 درجة لمدة ما تقلش على 20 دقيقة باش يجوكم طيبين وكروستيون. وحمرهم مليح، نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. هام ليكم البنات، هام لي سوفلي بعد ما طابونا، نحيل لكم حبة تشوفوها. صحتكم وصحة فطوركم، نتلاقاو في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله.